السلام، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ اتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله هنقدم لكم دجاج معمر بالشامبينيون ودوائل الباذنجان بطريقه مختلفه. بقاو معايا نشوفوا المقادير وطريقه التحضير، وما تنساوش تدعمونا بلايك وتشاركوا معنا في القناه باش يوصلكم كل جديد. اول حاجه كناخذ 400 غرام حتى نص كيلو نتاع الدجاج فيلي، ونوضعوها في بابي سيلوفان وندقوها حتى تولي شويه رقيقه. وكنقطع الشوبينيون قطع رقيقه. في كاسرونه كنوضعوا شويه الزيت وحبه صغيره نتاع البصله مقطعه ونشحروها مزيان. من بعد ما تشحرت لنا البصله كنضيف الشوبينيون. وشويه الملح والبزار. ونشحروا كل شيء مزيان. في الاخير كنضيفو ملعقة كبيرة نتاع دالون السوس ونحركو شوية ونطفيو الغاز. كناخدو فيلي نتاع الدجاج ونرشوه بشوية الملح والبزار. وكنوضعو فيه شوية نتاع الحشوة ونلفوها على شكل هلال. وكنستمرو حتى ننتهيو كمية الدجاج اللي عندنا. الأخير كان دهنه بصفان تاع بيضة. وكان رش شوية شجلان من فوق وكندخلوهم الفرن حتى يطيبوا. بالنسبة للوصفة الثانية كنحتاج جوج حبات نتاع الدنجال كبار وكنقطعوهم دوائر. كناخدو وعاء ونوضعو فيه ماء عادي وملعقة صغيرة نتاع الملح.
وكنوضعوا شرائح الدنجال في الماء ونخليوها تقريبا 10 دقائق. من بعد كنصفيوها. كناخدو دوائر الدنجال ونزولو لها الوسط ديالها بكأس صغير. واللي ما عندوش الكاس يزول وسط الدنجال بالملعقة. وكناخدو اللب نتاع الدنجال ونقطعو قطع رقيقة. وكنضيفو له حبة نتاع الجزر مقطع. وكمية من المرتديلا. وكنضيفو كذلك شوية نتاع المعدنوس. وجوج حبات نتاع البيض. في الاخير كنضيفو جوج معالق كبار نتاع دقيق الفورص وشويه د الملح والبزار. ونخلطو الحشوه ديالنا. المقلاة كنوضعو شوية زيت نباتية ونوضعو وسطها دوائر الباذنجان. وكنفرغو الحشوة في الوسط ديالهم. وكنغطيو المقلاة ونخليهم يطيبوا. من بعد كنقلبوهم ونخليهم يطيبوا على الجهة الأخرى. وهذه هي أطباقنا اليوم، ونتمنى تعجبكم وتجربوها.